ازيكم يا مواليد برج الدلو، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الدلو اليوم الاحد 5 فبراير شباط 2023. ممكن نحس النهاردة ان العلاقات والمسائل الشخصية بانها اكبر من حياتنا، خاصة لما يبقى في اكتمال للقمر في قطاعات الشراكة الخاصة بينا. هنبقى مستعدين النهارده عشان نبقى عندنا تصريحات عاطفيه اكتر، في شويه خلافات ممكنه، مع كل ده هنبقى بنميل لحجج كتيره ولان نوصل بيها الحل، خاصه لما يبقى في تواصل مع الطرفين لتفاهم اكبر بدل من اننا نسيب كل الاشخاص اللي حوالينا محبطين. ممكن يكون الوقت النهارده مناسب ابداعي جدا، هنتعرف من خلاله على المشاعر اللي ممكن تبقى ألقيناها بشكل جانبي الفترة اللي فاتت وتبقى عندنا حاجة اننا نتوازن فيها، هنستهلكها بالكامل لو كنا بنركز كتير على انتباهنا خاصة على الخطط الشخصية، وده موضوع يعتبر مناسب جدا في الوقت العام ده. هنبقى بنتنافس مع شريك حياتنا على انتباهه، ومهم اننا نتولى بشكل كبير اهتمامه وواجباته. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، هيبقى البدر في برج الاسد بعد ظهر في المساء النهاردة، هتبقى دي وقت الذروة بالنسبة لي والوعود والوفاء بالوعود اللي فيها، وقتك عاطفي جدا رومانسي جدا، في وقت مناسب عشان تبقى انت جاهز ليه، فخور شخصي بشكل مكثف، مش هتكتفي بس بقمر الاسد بكونه انه مجرد واحد من فريقك، لا بالعكس هيبقى برج الدلو برضو في الفترة دي بيسيطر عليك حتى لو بشكل فردي، هيقدر الفريق كل ده، وهيبقى القمر في شوية صراعات النهاردة في يومك، هتبتدي تحصل اضاءة رمزية شوية في حياتك مع اكتمال القمر، اكتشافات عاطفية كتيرة هتبتدي تبقى خامدة في فترة من الاوقات، لكن هتبتدي تتكشف في الفترة دي، وده هيخلينا نعرف نتواصل اكتر وما نهملش ونأجل اي مشكلة في حياتنا. وقتنا عفوي جدا، بشكل خاص هنتطلع بنظرنا لكل الجوانب اللي بتبقى في القمر والمريخ اورانوس، كل الاجسام الرئيسية دي مباشرة عندنا.